بدنا 4 كوب أرز تايجر أو أرز مهراج البسمتي اللي بدكم إياه، من شعبان طبعا، 1/2 كيلو فخذ الخارور الدجاج، بصل مفرومة، 3 حبات من الثوم، ملعقة من البابريكا الحلوة، وحبة فلفل أحمر مقطعة، وبدنا كمان 1/4 كوب من زيت شعبان، و4 أكواب من مرق الدجاج، وملعقة صغيرة من الزعتر، شوية ملح، وشوية من الفلفل الأسود. أنا هون طبعا مشان الوقت جبت الدرام ستيك الدجاج وخلطته بشوية بابريكا وملح وفلفل، تمام، وشوحته بالطنجرة. هيو تقريبا نضج، بدي ارفع الدجاج على جنب. اذا دجاج درام ستيك او استخدموا اي نوع بدكم اياه من الدجاج، واضيفوا عليه شوية من البابريكا، بنخلطوه مع سوا، وبعديها بنضيف عليه الملح، وبنطبخه في قعر طنجرة سميكة بهالشكل. وبعديها بعد ما طلع فخذ الدجاج راح ابدا في تشويح البصل مع الفليفله، حتى اطبخ الرز جواته. اذا شوينا الدجاج المتبل بشويه بابريكا حلوه مع الملح بقعر طنجره على نار هادئه جدا حتى اخذ لون جميل، وتقريبا استوى. رفعناه من الفرن واضفنا الان البصل والفليفله، وراح اضيف عليه كمان شويه من الثوم. هيو رز مهراجه او تايجر اللي عندكم حسب متوفر بالبيت، منقوع وجاهز للاستخدام. هاي الثومات عندي هون، راح اضيفهم كمان يا سمير. وين على شايفين هاي القطايب؟ شوف سمير، طلع سمير هون القطايب كلها. وين يا سمير؟ طلع وين القاع؟ ايوه سمير، ايوه القطايب كلها تحت. ايوه يا عيني. هون راح نضيف عليه شوي من هالزعتر، كمان راح نضيف عليه هالملح والفلفل الاسود. ما ننسى راح استعمل مرق دجاج عندي صار جاهز، هي ملح كمان، وراح نضيف عليه هالبابريكا الحلوه. هذا رز على الطريقه الاسبانيه ولا اطيب منه. هون بنضيف الرز الان يا سمير، طلع هاي رز انا مستعمل اليوم رز مهراجه. نضيف الرز يا سمير، ايوه حرك سمير من تحت. والله ما هي فردت، ولا بدك اخلطه مع بعضه؟ طبعا اخلطه مع بعضه طبعاً. لانه هذه سمير مش مقلوبه، هاي حط طبقات. هذا رز مطبوخ كله مع النكهات،